تنتشر الجراثيم بمنتهى السهولة، لذلك ينبغي تجنب انتشار الجراثيم من خلال غسل اليدين. غسل اليدين هي طريقة بسيطة لمنع انتشار الجراثيم للعديد من الأمراض. ينبغي غسل اليدين طوال اليوم وخاصة قبل تناول الطعام، باعتباره من العناصر الهامة للحفاظ على صحتك، مع العلم إنه من المهم عدم ملامسة عينيك أو أنفك أو فمك طوال اليوم. لا للتدخين. كما هو معروف أن التدخين ضار جدا للصحة ومن عناصر الخطر على حياتك، إذ كنت ترغب في المساعدة للإقلاع عن التدخين يمكنك التوجه إلى مركز للصحة بما لديه من العديد من البرامج التي يمكن أن تساعدك. تناول الخضروات والفواكه وبشكل يومي ينصح بتناولها وهي طازجة، ويجب تعويد الجسم على تناول وجبات مختلفة يوميا من الخضروات والفاكهة، والعصائر الطازجة تعتبر طريقة مثالية لذلك. اللحوم والأسماك مهمة للتغذية لأنها تحتوي على المواد الغذائية والطاقة المهمة للجسم، لكن الإكثار منها له أضرار كبيرة ويسبب أمراضا خطيرة. وينصح موقع أون ميديا الألماني المتخصص بالنصائح الطبية بتناول السمك من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع وفي وجبات صغيرة لا تتجاوز 70 غرام. أما اللحوم فينصح بتناولها بوجبات صغيرة أيضا وبكميات لا تتجاوز 600 غرام في الأسبوع.